المنتخب التونسي منتخب محترم جدا، فريق قوي. بخفلكمش باللي عندنا في الدوري الشمالي الافريقي فاز علينا 3-0 عن طريق الضربات حره، يعني عن طريق البلاريتي. يعني لقاء كما قلت لك ديربي مغاربي بطبيعه الحال، ولكن ما تنساوش باللي هاد رانا في فئه سنيه صغيره، دونك ما لازمش نضخموا الامور باش نخلوا الاولاد يلعبوا بكل راحه وبكل ثقه. ما يخفلكمش بهذا السن واعر جدا. تسيير المشاعر صعب لاطفال مثل هاد الاطفال. وشاهدتوا اللاعب تاعنا يتلقى بطاقه حمراء، كان رده فعل الاطفال اللي ماشي بمحلها، ولكن هاي كما يقولوا تسيير المشاعر وين لحقاته وين انه يقصى تماما من هذه الدوره. نظن يعني نقدر نقول لي شونس سي 50-50 50-50%. هو عنده بطبيعه الحال فريق تونسي شقيق، عنده نقاط القوه تاعو، عنده بطبيعه الحال بعض النقاط اللي ممكن نستغلوها. ما احنا كذلك عندنا نقاط قوه ونقاط ضعف، ولكن احنا ما تنساوش باللي رانا في اطار تكويني، رانا في اطار تكويني منذ الوهله الاولى، منذ يعني الندوه الصحفيه اللي عقدتها هنا قلت باللي رانا في اطار تكوين، في اطار انشاء تكوين جيل جديد، جيل جيد اللي حيمثلنا احسن تمثيل في الهدف المسطر اللي هو كاس افريقيا 2023.